145 عيلة نبيه. آخر سؤال محمد، تفضل يا محمد، هنشوف آخر سؤال هيبقى موضوعه إيه. لفة كاملة يا محمد. علم، سؤال في العلم. يا ترى السؤال ب20 نقطة ولا ب30 نقطة؟ ب30 اهو، في فرق. بس قبل ما اسأل السؤال خليني اروح لمتابعينا على الانترنت. احمد نبيل، مساء الخير. نور، منورنا جوه الاستوديو وانت قاعد في البيت، اخبارك ايه؟ ضيوفك اللي منورين وحضرتك معاهم. اشكرك، مستمتع بالحلقة؟ طبعا. هنقول الف مبروك لعيلة نبيه وهنقول هارد لك لعيلة عبده. الله يبارك في حضرتك، الف مبروك يا اسامة عبد الرحمن حبيبي. الله يبارك فيك، اشكرك ان انت متابعنا من اول حلقة. شكرا. كان يعني حصل مشكلة شوية في الاتصال وبعدين الحمد لله ظبطت من شوية كتير. الحمد لله. الحمد لله، منورنا في الاستوديو، اشكرك والف مبروك الفوز لعيلة نبيه، وباذن الله تتابع معنا الحلقة لغاية اخرها. الله يبارك فيك، اشكرك. اخر سؤال في الحلقة لعيلة عبده، علم، والسؤال هو بندك هو احد اقصر الشخصيات الفكاهية في مسرحية لكاتب انجليزي، فمن هو؟ اسم الكاتب يعني؟ اسم الكاتب ايه؟ أمنية شكسبير. ويليام شكسبير. ماتش أدو أباوت ناثينج لشكسبير يا أمنية؟ إجابة صحيحة. برافو عليك يا أمنية، أنت جاية بقى تتعلقي في آخر الحلقة، كنت فين من أول الحلقة؟ لا لا سبب، أنا تجيبي نقط 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 ورا بعض. النتيجة اتغيرت، 135 عيلة عبده، 145 عيلة نبيه. نقول هارد لك لعيلة عبده. لا احنا في نورتونا في الاستوديو ومبسوطين ان انتوا كنتوا معانا الموسم ده، بشكركم جدا، نحيي كلنا عيلة عبده. النهارده افضل لاعب وبفرق 5 نقط بس عبد الرحمن من عيلة نبيه، 75 نقطة. انت عارفة أمنية انت جبتي كم نقطة؟ 70. انت جبتي 70 نقطة، يعني لو كنت هادية شوية كان ممكن تجيبي نقطة اكتر، تخيلي بقى، هي بس تحت الضغط اللي فرقت معاكي. الحمد لله. صح؟ صح. انبسطتي بالتجربة؟ جدا، كان نفسي. تحبي تكرريها تاني؟ ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. نحيي كلنا عيلة عبده.